أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث مخصصة للحديث عن الوضع العسكري في منطقة حجور بمحافظة حجة. يسود هدوء حذر في مركز مديرية كشر بمحافظة حجة بعد انتقال المعارك إلى محيطه بين ميليشيا الحوثي والمقاومة. مصادر ميدانية قالت لقناة بلقيس إن الاشتباكات تجددت في محيط جبل جمانة جنوب المديرية بعد محاولة ميليشيا الحوثي السيطرة عليه بالتزامن مع قصف تشنه على قرى بني سعيد ومحيط مركز كشر. إلى ذلك نفذت مقاتلات التحالف عملية إنزال للمقاتلين القبليين هي الأولى منذ سقوط منطقة العبيسة شرق المديرية أواخر الأسبوع الماضي. نتوقف عند هذا الحدث لنناقشه في محورين: مستجدات الوضع العسكري في منطقة حجور بمحافظة حجة، وأسباب تخلل الحكومة الشرعية والتحالف عن دعم مقاومة حجور. نتابع هذا التقرير ثم نستكمل النقاش. المعارك لم تتوقف في مديرية كشر بعد أيام من سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية على منطقة العبيسة الواقعة إلى الشرق من مركز المديرية، وذلك بعد نحو شهرين من المواجهات الشرسة هناك. عهد الله بأن دماء شهدائنا هي أمانة في أعناقنا، وسنثأر لكل الشهداء وسنعيد للقبيلة اليمنية هيبتها. أعنف هذه المعارك اندلعت في محيط جبل جمانة جنوبي المديرية ضمن محاولات الميليشيا للسيطرة على هذا الجبل بالتزامن مع قصف متواصل تنفذه من مواقعها في جبل طلان على قرى بني سعيد ومحيط مركز المديرية غربا. وفيما ساد الهدوء الحذر محيط مركز مديرية كشر بعد أيام من انتقال المعارك إليه، تواصل مقاومة حجور المواجهة في ظل استمرار التباطؤ من جانب الشرعية والتحالف في تقديم الإمدادات اللازمة لكسر هجمات الحوثيين، رغم ورود أنباء عن قيام طيران التحالف بعملية إنزال لوجستية لصالح مقاتل المقاومة هي الأولى منذ سقوط منطقة العبيسة. لم ترشح بعد معلومات عن حجم تلك الإمدادات وتأثيرها القتالي. ومنذ سقوط منطقة العبيسة قبل 3 أيام تواصل ميليشيا الحوثي جرائمها بحق أهالي المنطقة، شملت تفجير المنازل وزرع الألغام الأرضية في مزارع المنطقة وحرق مساحة شاسعة من هذه المزارع وشن حملات اعتقالات طالت أبناء قبائل حجور. ونقل عن القائد الميداني في مقاومة حجور الشيخ علي فلات تأكيده أن مقاتلي حجور مستمرون في خوض المعارك والتصدي لهجمات وعدوان الحوثيين على مناطقهم، رغم إعلان الحوثيين بأنهم تمكنوا من السيطرة على المديرية وعلى كامل المناطق القبلية المناوئة لهم في حجور. وطالب فلات الشرعية والتحالف بمواصلة إمداد المقاومة بالمزيد من الدعم لمواجهة أسلحة وصواريخ الحوثيين التي يطلقونها على سكان كشر، لافتا في الآن ذاته إلى أن الوضع الإنساني لسكان المنطقة مأساوي للغاية في ظل استمرار الحصار الذي يفرضه الحوثيون على سكان المديرية، ويشمل منع دخول مياه الشرب والطعام والدواء واستهداف خزانات المياه بالدبابات. بين تأكيد مقاتل مقاومة حجور استمرارهم في خوض المعركة ضد عدوان الميليشيا في حجور وتأكيد هذه الأخيرة سيطرتها على المديرية، يظل الموقف هناك مفتوحاً على احتمالات مواجهة يمكن أن تتسبب بالمزيد من مآلات المأساوية على الصعيدين المعيشي والإنساني. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من الرياض المحلل العسكري عبد العزيز الهداشي. أهلا بك سيد الهداشي. إذن برأيك بداية، كيف تتغير الخارطة العسكرية بحسب مراقبتك للأحداث في حجور؟ إلى من تتجه موازين القوى هناك؟ موازين القوى للأسف الشديد تتجه لصالح الحوثي، يعني دعنا نكون عقلانيين ومنطقيين. أولا نوعية السلاح بلا شك هناك دبابات، هناك راجمة صواريخ، كما أن هناك الصواريخ البالستية قصيرة المدى أو ما يعادل الصواريخ البالستية، وقد استخدم الحوثي 3 منها في أوقات سابقة. فأضف إلى ذلك أعداد المقاتلين، أعداد المقاتلين بالنسبة للحوثي يستطيع تعويض النقص في أعداد المقاتلين، كما أنه قام بجلب يعني ما يقارب من 3 إلى 5 ألف مقاتل من بقية الجبهات وجلبهم إلى جبهة حجور. أضف إلى ذلك أن لدى الحوثي القدرات اللوجستية بحيث أنه يستطيع أن يسحب الجرحى أو يسعف الجرحى، بينما هذا لا يتأثر مقاومة حجر. فالموجود في المنطقة هي عبارة عن مستوصفات عادية، ولا وكنا قد باشرنا في بداية الأحداث في حجور إخلال جرحى من حجور عبر مروحية، لكن هذا لم يتأثر ومن ما هو أمر يسير
حيث ان حجور او مديريه خشر لا تبعد عن جيزان اكثر من 50 كيلو متر جوا، وكان بالامكان توفير هذا الامر او عمل مستشفى ميداني، هذا لا يتاثر لهم. اضف الى ذلك ان القدرات القتاليه من حيث الخطط والخطط القتاليه والمناوره والالتفاف، الحوثيين يجيدون هذا، بينما قبائل حجور لا يملكون الاسوء شجاعتهم وبأسهم. حتى الطيران العسكري الذي كان الطيران الحربي الذي كان يفترض انه يرجح الكفه او على الاقل يعادل كفه الموازين، كان تاثيره محدود، وهو غالبا في المناطق الجبليه يكون تاثيره محدود. الحوثي يمتلكون مئات الهاونات، يمتلكون عشرات الدبابات، عشرات رجمات الصواريخ، وبالتالي الاتجاه يعني عندنا سقطت العبيسه بقي معنا غرب كشر، وكان سقوط العبيسه دوي معنوي اكبر، يعني كان تاثيره المعنوي اكثر من تاثير سقوط منطقه معينه بحد ذاتها، واستشهاد عدد من زياده الميدانيه ادى الى هزيمه نفسيه سواء لدى المتابع المؤيدين لقبائل حجر من خارجها او لدى المقاتلين انفسهم. اضف الى ذلك ان خذلان الشرعيه بشكل يعني غير مسبوق لقبائل حجور ادى الى هذا النوع من الهزيمه النفسيه، فكل الامور تؤول الى صالح الحوثي للاسف الشديد. ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا السيد الهداشي، ورحب بمن ينضم الينا من الرياض الناشط الحقوقي محمد قشمر. سيد محمد، هناك أخبار تتحدث عن تصفيات إعدامات طالت مدنيين في حجور، وأيضا تفجير لمنازل لمواطنين هناك. كيف ترى الوضع عموما في تلك المنطقة في مديرية كشر بشكل عام؟ أولا شكرا للإستضافة، وشكرا لتسليط الضوء على الموضوع الحساس والمهم والوطني الذي يمثل، يمكن أقول الآن، هو روح الوطن. العبيسة اليوم أريد أن أقول بأن هناك هجوم على المساكن وتفتيشها، إعدامات باليملة، خمسة تم إعدامهم في منزل أمين عبد الله النمشة، استشهاد محمد، أو ما زالت الأخبار متضاربة حول الأستاذ محمد حمد العمري وولده في منزله. هناك من يقول أنه يعني الشيخ محمد إن شاء الله في خير بعد أن قتل أولاده، لكن أريد أن أقول أن هناك يعني إبادة جماعية. أنا أتكلم من المنظور القانوني ومنظور القانون الدولي وحقوق الإنسان، أقول أن هناك الآن عملية إبادة جماعية في منطقة حيور. للأسف الشديد الإبادة الجماعية هذه التي يرتكبها الحوثيين كجريمة من جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم، تتم بمرأة ومسمع من المجتمع الدولي الذي ما زال يصر أن يكون هو الحامي للحوثيين، والذي يساهم في زيادة وتفاقم المآسي الإنسانية في اليمن. للأسف الشديد منطقة حجر الآن تمثل يعني صورة ضبابية غير يعني مخيفة جدا بالنسبة للواقع الدولي الإنساني في اليمن. هناك من يدعو إلى نجدة اليمن وأن اليمن تمثل الكارثة الأولى في العالم، المأساة الأولى في العالم من ناحية الإنسانية، ولكن لهم للأسف الشديد ما زالوا ينظرون بعين واحدة إلى ما يحدث في اليمن. حجور اليوم لا تقل أهمية عن الحديثة التي وقفت الأمم المتحدة بكافة منظماتها ومبعوثها، وقفت بريطانيا، وقفت كدولة عظمى لتحول دون تحريك تلك المنطقة. للأسف الشديد كان هناك تجاوب غير عادي من قبل الشرعية، من قبل التحالف، وتم وقف الحرب. اليوم تتم إبادة مناطق يستخدمون فيها الصواريخ البالستية وقصف المناطق والقرى، تم تسويتها بالأرض. يمكن أن أقول لك اليوم أن هناك قرى ما عادت موجودة على وجه المعمورة في تلك المناطق، لا لشيء، ولكنهم لأنهم رفضوا يعني أن يكون جزء من منظومة الخلل العقائدي والطائفي والديني في اليمن، قالوا لا نريد أن نكون جزء من المشكلة. والحقيقة أنهم كانوا يقولوا نحن معكم للحوثيين ولسنا أصلا من أتباع الشرعية، دعونا وشأننا نعيش كما نريد. للأسف الشديد الصورة التي نراها اليوم في حجورة، يعني أنا أتألم ممن يقول هناك نوع من التطبيق، لا، هو ليس، نحن نحاول نتكلم بنوع من الشفافية وتوضيح الحقائق، أن هناك كارثة حقيقية بكل ما تحميه كلمة كارثة في منطقة حجور للأسف الشديد، التي حاولت أن تقف بوجه الطغيان الحوثي. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد قشمر. أعود إليك سيد الهداشي، وقد ذكر قشمر مسألة الصواريخ البالستية، استخدام الحوثيين لهذه النوعية من الأسلحة، ما الذي يشير إليه برأيك؟
اعتقد هو اللي يحصل لها تفسير، يعني يمكن ان تفسر احيانا ان استخدام الصواريخ الاستراتيجيه او البالستيه او اي سلاح يعني جوي عاده يستخدمها الطرف المنهزم، لكن الحوثي لم يستخدم لانه منهزم وانما استخدمه لاحداث ما يسمى بالصدمه والرعب، بحيث ان الانفجار ياتي انفجار الصاروخ هذا ليثير الرعب، كما انه لا توجد معسكرات ثابته بالنسبه لل لقبائل حجر حتى يستخدمها، وايضا هي لم تسقط يعني داخل القرى. هو استهدف مواقع تقريبا كانت خاليه، لكن الغرض من استخدام هذا السلاح هو الصدمه والرعب. الاخ المتحدث من الرياض الاخ كشمر ذكر ان الامم المتحده تغمض عين وتفتح عين، يعني تغمض عين عن احداث حجر، هذا نتيجه الفشل السياسي في اداره المعركه حتى اعلاميا من قبل الاطراف الشرعيه. وعلى فكره الامم المتحده عاده تدين الضعيف، طالما الحوثي قوي ومهندم وله هدف ولا يأبه الأمم المتحدة تحترمه أكثر. القوانين الرومانسية هذه لا توجد إلا في مصطلحات الضعفاء، لماذا لا تتدخل الأمم المتحدة؟ لماذا لا تتكلم الأمم المتحدة؟ كان بإمكان الشرعية في بداية المعركة ترفع خطاب للأمم المتحدة، الحديدة مقابل حجوز، اتفاق السويد يعتبر لاغي إذا استمر الحوثي في مهاجمة حجوز، لكن الشرعية كانت بعيدة كل البعد عن معركة حجود. لم نشاهد تصريحات المسؤولين، لم نشاهد أي حركة إعلامية جادة، لم نشاهد أي تحرك دبلوماسي. كان بالإمكان ربط قضية حجود بقضية الحديدة، ولكن للأسف الشديد كما الشرعية فاشلة سياسيا، فاشلة عسكريا، فاشلة إعلاميا، فاشلة سياسيا، وهي كوكتيل من الفشل. طيب، وقد أشرت إلى مسألة الشرعية سيد الهداشي، كان هناك حديث على أن يعني هناك توجيهات بنقل يعني أجزاء من ألوية عسكرية إلى حجور للمشاركة مع أبناء المقاومة هناك وتحرير هذه المنطقة بشكل عام من ميليشيات الحوثي، ما هي الإعاقات التي تقف أمام حدوث مثل هذا الأمر؟ أين الخلل بالضبط؟ لا هو لا 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 قضية قالوا بيرسلوا كمان كتائب بالضبط، مثلا كتائب من حضرموت. أولا منظر مما كشفته معركة كشر أو حجر الآن، على أن المنطقة العسكرية الخامسة المسجل في كشوفات الرواتب 15,000 مقاتل وبها 8 ألوية، والحقيقة والأسف الشديد عدد الألوية بعض الألوية لا يتعدى عدد أفراد 150 جندي، وإجمالي القوة الموجودة في المنطقة العسكرية الخامسة في حرب وفي ميدو وفي حيران لا يتعدى 1500 جندي، لاحظ المتواجد من كشوفات الرواتب 10%، فمن هنا حسد الشرعية بالحرج، فقررت انها تمد المنطقة الخامسة بثمن كتائب، ثمن الكتائب هذا لو كان الخبر كإنذار للحوثيين خلصونا من حجود، أسرعوا في القضاء على حجود، الحوثي فهمها هكذا على الأقل، ثمن الكتائب ماذا سوف تساوي الى جوار 8 ألوية؟ لا شيء. وكان الخبر هم بذر الرمد على العيون بأعطاء فرصة، لأن التسريب هذا كان في 22 فبراير، يعني قبل حوالي نصف شهر، كان بالإمكان أن تصل قوات، لكن للأسف الشديد لم تصل سوى ثلاث كتائب أتت من حضرموت، وأتت من حضرموت دخلت في الأراضي السعودية ونسبت وأمت ارتاح حالة ارتياح، ثم قام قائد المنطقة العسكرية توزيعها على معسكرات في حرب بحجة تحرير حرب، أولا حرب التي لهم 4 سنوات ولن يستطيعوا تحرير 10 كيلو متر مربع في منطقتها. كان الخبر هذا كله للاستهلاك الإعلامي ولإلقاء اللوم، ومنتظرين سقوط حجر يقولوا لولا أن الحوثي قضى على حجر في وقت مبكر كنا أرسلنا ألوية. دعني أكلمك بطريقه شعبيه او طريقه يعني مباشره، كان هذا الخبر غير صحيح وانما تسريب اعلامي ليس له مجال للصحه، وهو ينم على الفشل والعيب لدى الشرعيه. كان بالامكان تحريك الثمانيه الالويه، يا اخي لم نطلب منهم ان يقاتلوا، لم نطلب منهم ان يحرروا مستدى. الحوثي سحب كافه قواته من حيران من الواجهه في حيران،
من حدود مستباه وذهب بهم الى حجوز، سحب اغلب قواته من حرب وعاد بهم الى حجوز، والشرعيه تعلم والتحالف يعلم انه لا توجد قوات للحوثي في هذا المكان، ولو اطلقوا نار رصاص الى الجو لما اوقف النخب بالضبط على الاقل على حجوز. مديريه مستباه هي مديريه شبه صحراويه، كان بالامكان تحريرها اذا لو وجدت القوات مقاتله. يا اخي ما هو موجود هو غير عن فساد الجيش الوطني. عدد تصور عدد الافراد المسجلين 15000 مقاتل، والموجودين في الطبيعه وعلى الحقيقه لا يتجاوز 1500 الى 2500. كانت هذه فضيحه مدويه، لكن الشرعيه ارادت ان تغطي عليها بقضيه انها سوف تدعم بعلويه من خارج من خارج المنطقه، وهو لم يحصل باستثناء ثلاث كتائب اتين من حضرموت. قام يحيى صلاح بدل ان يوجههم الى مستبى او الى حيران مستبى، قام بتوزيعهم ولم يطلقوا حتى طلقه واحده. كما ان هناك بعض المقاتلين من ابناء حجور وصلوا الى مديريه ميدي وتم احتجازهم في ميدي، احتجاز بالمعنى الكلمه، نعم معناها لا تذهبوا تقاتلوا. وهؤلاء المقاتلين كانوا يعرفوا كيف يصلون الى تشر، فالمنطقه منطقتهم، ويعرفون الدروب ويعرفون كيف يتسللون، ولكن القياده منعتهم. هناك شيء امر مريب جدا، لاول مره هذا الاجماع الشعبي والوطني مع حجر ومع كشر، وهذا الخذلان الذي ليس له مبرر من الشرعيه ومن قياده المنطقه الخامسه ومن قياده القوات المسلحه من وزاره الدفاع من رئيس الجمهوريه من نائب رئيس الجمهوريه، كلهم مسؤولين وكلهم يتحملوا مسؤوليه خذلان حجور. يا اخي كانت معركه حجور معركه استراتيجيه، تخيل لو تم فتح الحصار من مديريه مستبى، تستطيع ان تقول انا نصف محافظه حجه محرره ووصلنا الى حدود محافظه عمران. كانت معركه حجور اخر مسمار في نعش الحوثي، ولكن للاسف يبدو انها سوف تتحول الى اخر مسمار في نعش الشرعيه. ارجو ان تتفضل بالبقاء معنا سيد الهداشي. يعني الحديث عن هذا الفشل في الجانب في إدارة المعركة عسكريا وسياسيا يعني أن هناك أزمة إنسانية تتفاقم في هذه المناطق. سيد قشمر، كيف يعني يقيم الوضع هناك، الدور التحالف في مسألة إيصال مساعدات إنسانية للحكومة الشرعية بكل تأكيد كالمسؤول الأول باعتبارها المسؤول الأول حول سلامة وأمن اليمنيين وحياتهم بالأساس؟ تكلمنا على الموضوع من هذه الزاوية، فيمكن أن نقول بأن التحالف والشرعية هما في قارب واحد، ويعتبر جزء من الحرب التي هي قائمة الآن في المنطقة في اليمن العام وفي حجر على وجه الخصوص. وبالتالي عملية الوصول إلى تلك المناطق ستكون يعني متعبة جدا، أو أنها ستكون قريبة إلى ما يمكن أن نسميها المستحيل، خصوصا في فترة اشتداد المعارك. الآن أصبحت المنطقة منطقة مغلقة، كل ما يحدث فيها من جرائم من أي طرف لا يمكن أن يتم توثيقه، خصوصا مع وجود يعني تكتيم إعلامي مخيف في المنطقة، محاولة قطع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كامل وعن قطع النت في تلك المنطقة. كل هذه الأشياء يمكن أن تساهم في إبعاد المساعدة عن تلك المنطقة. للأسف الشديد أنا أقول أن المنظمات الدولية التي يجب أن تأخذ على عاتقها مسؤولية المساعدة الإنسانية، لأنها هي التي تدعو دائما لجمع التبرعات وتستلم الأموال بالمليارات من أجل تقديم العون لليمن ولليمنيين، لا يمكنها بأي حال من الحال في هذه الحالة أن تصل بالمساعدة الإنسانية إلى تلك المنطقة، لأنها وبكل بساطة أصبحت منطقة محاصرة حصارا كليا من قبل الحوثيين، ويمكن أن نقول أنها تخضع الى سلطتهم بشكل او باخر. اذا كانت محافظه تعز التي فيها بعض المناطق التي يمكن ان تكون مصدر لتسريب المساعدات اليها تعتبر محاصره، فكيف الحال بمنطقه حجور التي كبدت الحوثيين؟ يعني للاسف الشديد الكثير، يعني يمكن اقول ان حجور كانت تمثل يعني العرق الاخير فيما يمكن ان نسميه من ناحيه تبييض الوجه امام الحوثيين الذين لم يستطيعوا ان يفتحوا خلال هذه الفتره بشكل كبير. كان يمكن ان يعني ان نساهم في فتح امداد انساني، يعني عندما تحدث عن الامم المتحده تقاتل في الحديده قتال شرس من اجل توفير للاسف شد خطوط امنه للمساعده الانسانيه، وهي التي لم تنجح في منطقه الان اصبحت امنه، فكيف يمكن ان تنجح في تقديم مساعده انسانيه هناك؟ الان
عندما تحدثنا أنه هناك إبادة جماعية، أن هناك يعني جرائم حرب تنتهك، أن هناك قتل يعني بشكل مخيف، أن هناك يعني حتى الأسرى حتى الجرحى يتم قتلهم أو تغييبهم، التفجيرات الآن أصبحت يعني في كل بيت وفي كل دار، كل هذه الجرائم للأسف الشديد أصبحت في متناول الجميع، لكنها عند عين المجتمع الدولي لا يمكن، أنا لا يمكن أقول أن الشرعية قادرة على تقديم شيء، يعني أنا وأنت والجميع متفقين أن الشرعية غير قادرة على تقديم شيء، إذا كانت غير قادرة يعني في حجور وبكل شفافية على تقديم أي عون عسكري فإنها أيضا لن تستطيع أن تقدم أي جانب إنسانية. الشقة في المملكة العربية السعودية قدموا الكثير من المساعدة الإنسانية ولهم يد طولة في هذا المجال، لكن أيضا لن يستطيعوا أن يقدموا شيء. ماذا يمكن أن تقدم الجثث؟ أنت الآن تتكلم عن الجثث، أنت تتكلم عن تدمير ممنهج كامل، ماذا يمكن أن تقدم مساعدة إنسانية؟ الآن الشيء الوحيد الذي يمكن أن نعول عليه أن تضج المجتمع الدولي، أن يضج المنظمات الدولية غير الأممية بمحاولة وقف هذه الإبادة في منطقة حجور، ومحاولة يعني إيجاد نوع من المساعدة الإنسانية. طيب ما الذي ينقص هذه المنظمات لكي تتحرك بهذا الخصوص؟ أعد السؤال. ما الذي ينقص هذه المنظمات يعني الدولية غير الأممية كما وصفتها لكي تتحرك بهذا الخصوص، وهي التي ضغطت بشكل فاعل فيما يتعلق بملف مثل الحديدة وتم استخراج يعني وإصدار قراري مجلس أمن يتعلقان بملف الحديدة وذلك بعد مشاورات سكون؟ غالبا المنظمات الأممية هي التي ساهمت في وقف الحرب في الحديدة، لكن أنا أتحدث عن المنظمات الدولية الموجودة مثلا المنظمات الأوروبية والمنظمات الفاعلة الموجودة في القارة الآسيوية وأمريكا الجنوبية. كيف نستطيع نحن الآن كإعلاميين كصحفيين كناشطين كحقوقيين كمنظمات مجتمع مدني محلية يمنية أن تنشر في أسرع وقت أن هناك مرحلة إبادة جماعية؟ يجب أن نتعاون جميعا من خلال جميع القنوات المتحدثة باللغتين العربية والإنجليزية، ولو أن نحن مقصرين بشكل كبير جدا في موضوع القنوات الناطقة باللغة الإنجليزية يعني لإيصال الصورة بشكل كامل. الآن المجتمع الدولي للأسف الشديد يتكلم عن انتهاكات الشرعية والتحالف، وأن هناك اعتداء على الحوثيين كونهم أقلية. هذه الكارثة، الصورة الضبابية التي للأسف الشديد رغم الكم الهائل من الملفات الإنسانية الموجودة بيد الشرعية بيد منظمة المجتمع المدني المحلية لم تستطع حتى الآن الوصول والولوج إلى دهاليز المنظمة الدولية إلى المجتمع الدولي الذي يصر ولأسباب أعتقد أن لا تجهل عليك ولا تجهل على أحد، أسباب سياسية أسباب اقتصادية ومحاولة السيطرة على باب المندب والممرات المائية الحيوية من أجل تأمين الملاحة الدولية لصالح بالنهاية يجب أن نستثمر كل شيء من أجل إيصال هذه الأصوات إلى المجتمع الدولي. اليوم في حجور، كانت أمس في تعز، وغدا ستكون في مناطق أخرى. إذا لم نستطع إيقاف مثل هذه الجرائم فأعتقد أنه مثل ما يقول المثل ما أمسى في جارك أصبح في دارك. يجب أن نركز بشكل كبير جدا على هذا الموضوع. يجب أيضا نقول أن منظمة المجتمع الآن الإقليمية يجب أن يكون لها دور كبير جدا، يجب أن نساندنا الأشقاء من العرب في كافة يعني في كافة الدول التي يمكن أن تساهم في نشر القضية هذه بشكل سريع وعاجل. الموضوع لا يتحمل التأجيل يا جماعة الخير. الآن حجور تباد، يقتل النساء الأطفال الشيوخ، ما عاد شيء يستثنيها الحوثي من أجل إثبات وجوده وبنفس الوقت إرهاب بقية القبائل. لا ترفع رأسك، نحن هنا. الناشط الحقوقي محمد قشمر كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا لك. بعودة أخيرة لك أستاذ الهداشي، ما الذي يمكن فعله الآن لتغيير الموازين عسكريا على الأقل وقف ما وصفه سيد قشمر بجرائم الإبادة بحق الأهالي في حجور؟ للأسف الآن فات الوقت، بقيت منطقة غرب حجور لم تصبر. يتحرك الجيش، أما مناشدة المنظمات الدولية ومناشدة الأمم المتحدة فهذا يعني مناشدة العاجز والضعيف، والأمم المتحدة لا تعين أو بالأحرى ليس هناك مكان للضعفاء. لا، الحقيقة تحريك جبهات مستبى، حيران مستبى، مجرد تحريك الآن الدقيقة هذا ما زال تحريكها بشكل جاد، وإشراك الطيران المروحي هو الذي يمكن أن يوقف العملية التدمير هذا. غير هذا لا يمكن، يعني تأتي الأمم المتحدة متأخرة أو يعني يكون الأمر قد انتهى خلاص، أتت وحياض الموت بيني وبينها وجادت بوصل حيث لا يفعل وصله. الحل الحوثي يجب هزيمة عسكريا، ويجب أن يشعر رئيس الجمهورية ونائبه
بمدى الخذلان وبمدى العار الذي ألحقوه بأنفسهم أولا وألحقوه بالجيش الوطني. يا أخي نحن نناشد الآن، أقولها صريحة، لم يعد لهؤلاء الاثنين شرعية. نناشد الجيش، نناشد كل الشرفاء في اليمن لعمل مجلس عسكري لإدارة البلاد بدل هذه الشرعية الخانعة. 50 يوما وهي تتفرج، 50 يوما وأبناء حجر يقتلون، 50 يوما وهم يراوغون، 50 يوما لم يجر مسؤول حكومي على أن يخرج يقول سوف نرد عن حجور، 50 يوما لم تصمد أمرار 50 يوما كما صبرت حجور، لم تصمد صنعاء 50 يوما، لم تصمد أي محافظة 50 يوما، والشرعية تتفرج. لدينا 400,000 مقاتل، إذا كنا ننتقد وزير الدفاع الأسبق محمد أحمد ناصر عندما قال الجيش يقف على مسافة سواء بين الأحزاب قبل سقوط صنعاء الآن أو بين المتحاربين الآن، يا ليت الجيش الوطني وقف محايد كما وقف الجيش حق عفاش محايد في هذه الفترة. حاولت بعض القيادات التابعة للشرعية عمل فصل بين القوات المقاومة، وما ذكر يعني في التقرير، لو تلاحظ في التقرير الذي قدمه الأستاذ ياسر التبيني في البداية ذكر القائد الميداني علي فلاس، بينما نحن نعرف أن القائد للجبهة حجر هو أبو مسلم الزعكري. ورغم هذا كله كان محاولة سد الصف الداخلي. يا أخي الكريم، طلبوا تغيير أبو مسلم الزعكري من قيادة شرط لدعم جبهة حجر، طلبوا تغيير أبو مسلم الزعكري من باب أن تتحول المقاومة للقتال فيما بين هالبين، هذا هو تدخل الشرعية السلبي. الآن أنا طالب كل الشرفاء في اليمن، كل الضباط الشرفاء بتشكيل مجلس عسكري لإدارة المناطق المحررة. أما هادي وعلي محسن فقد انتهت شرعيتهم في حجور، وكان العهد الذي بيننا وبين الشرعية هي حجور. يا أخي لم يطلقوا طلقة واحدة في أي جبهة، وهم على لدينا ما يقارب 30 أو 40 جبهة لم يطلقوا رصاصة واحدة. تركوا للحوثي يسحب مقاتلين، شجعوا الحوثي عندما قالوا سوف نأتي بكتائب من حضرموت. بالله عليك أقصى منطقة في شرق اليمن يأتون 3 كتائب، ماذا تعني ثلاث الكتائب أمام 8 ألوية راكدة في حرب أميدي وحيرات؟ يا أخي الحوثي يجب أن يهزم عسكريا، وإلا فإنه سوف يستلم اليمن من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. أما الشرعية هذا فقد أثبتت فشلها، الذين خسروا صنعاء وانسحبوا في صنعاء وهربوا مشرشفين من صنعاء لا يمكن لهم أن اكتسرت عيونهم، لا يمكن لهم أن يستعيدوا صنعاء. يجب تشكيل مجلس عسكري من المقاومة الشعبية، من رجال اليمن الشرفاء، من رجال حجور، من رجال مارد، من رجال البيضاء الذين قاتلوا، من مقاومة تعز التي قاتلت. أما هؤلاء فقد انتهى دورهم. ثم يأتوا يتعلموا يقولوا الأمر بين التحالف، التحالف ومن يحدد سير المعركة. إذن ما هو دوركم أنتم؟ ما فائدتكم أنتم؟ إذا كان التحالف والذي يأمر وين هذه سير المعارك؟ إذن انتهت شرعيتكم. التحالف العربي يفترض أنه كإصاند وداعم، والقرار الأول والأخير لكم. إذا كنتم لا تستطيعون أن كان حجور، إذا كنتم لا تستطيعون أن تقاتلوا من أجل حجور، فقد انتهت شرعيتكم، وفعلا هي قد انتهت. لا 4 سنوات وهم هاربين، و80% حسب قولهم من اليمن محررة، لا شرعية لهم، والشرعية هي من في الميدان، سواء المجلس الانتقالي الجنوبي، سواء المقاومة التي في البيضاء، سواء مقاومة حجور، وحتى الحوثي. شرعية الميدان وليست شرعية الهروب. لا هؤلاء لا أعرف من السند وشرعيتهم. تحياتي لك والعفو على الانفعال. شكرا لك سيد عبد العزيز الهداشي المحلل العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، على وجودك معنا في هذا الحلقة. شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام، في أمان الله.